لماذا ألغي كأس العالم مدة 12 عاما؟ شهدت النسخ 20 السابقة من بطولات كأس العالم فوز 8 منتخبات مختلفة باللقب، حيث حصلت البرازيل على 5 وإيطاليا وألمانيا على 4 مرات، بينما الأرجنتين والأوروغواي وفرنسا على 2، فيما حصلت إنجلترا وإسبانيا على اللقب 1. وكانت بطولة كأس العالم في نسختها الأخيرة في 2018 من نصيب المنتخب الفرنسي التي أقيمت بروسيا. كأس العالم هو أهم مسابقة رياضية في كرة القدم، تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل 4 سنوات، وابتدأت منذ عام 1930 ميلادية، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946، أي أن هناك توقف انطلاقا من سنة 1938 إلى سنة 1950 مدة 12 عاما. ألغيت هناك نسختين بسبب الحرب العالمية الثانية، وكانت ألمانيا قد منعت من المشاركة في كأس العالم لسنة 1938 بعد ضمها إقليم الأنشلوس بفيينا.